رواك الطيب، ومتى ناوي تنقزون الرجعة؟ والله ما أدري، هو يقول لي يمكن يوم الجمعة، يعني بالكثير يومين إن شاء الله وإحنا راجعين. لا لا لا، اسمح لي يا أخوي سليم، أنا والله وراي نقزة للبر. وش الحين يا والله يا كريم، أنت الحين تترك التوسيز علشان تروح للبرين؟ ومن قال لك النقزتي للبر كشته؟ أنا ناقز للبر بكشف على بعض المزارع علشان أنهي المعاملات اللي عندي كلها. إيه، بانتظار نقزتي الكبيرة اللي هي للرياضة ولحد القرى اللي جنب الرياض. وشلون هالحين يا كريم؟ يعني ما في أمل إنك تنقز معنا للبحرين؟ ما في أمل إلا نقزتي للرياضة وحد قرى الرياض وغيره هنس. والله يا كريم، يعني ترى بصراحة ما أدري وش أقول لك، بس وأنا أخوك شوف، ترى بقول لك أنت بالعمرك، تراك أنت يعني بسم الله عليك، يعني بالشغل تعطي من عمرك، والله ما تدري، والله يمكن يطق فيك عرق ولا شيء، بسم الله عليك وتموت. ترى إن لك عليك حقا، لازم تنفع على نفسك، ولازم ترى أخوك الصغير، بس ترى المفروض يعني زي كذا. أسمع، وأنا أخوك الكبير وأدرب مصلحتك، انتبه لدراهماتك واحرص على نفسك، ولا تبذر دراهمك على اللي يسوى واللي ما يسوى، وبعدين قلل من نقزاتك، الله لا ينقزنا إلا لطاعته يا أخي. يلا الله يسلمك، يلا مع السلامة.